اللي يسب ولا ما يسبوش، انك نتكلم يصير زلزال في تونس. اسمعني كلمني، راهو كلمني كلم كلموني من القصر ما زيدش عليهم. والله نعرف ما خويت. اقسم بالله كلم، نعرف نعرف نمروه يا اخي، ما نعرفش نمروه انا، لسه مرات ما هزيتش. اي ديريكت نتاع الدار هو مش كبير، مزريق الضوء. اي قيمته قيمته سراف قاتله اسمع الكتاب. اي ولي خراو يندب فيهم. يا والله حالك. اي اللي ارتميت انا، اللي ارتم من ارتموا في احضان الخارج، انا راني باهي سيدي، هاي هاني ارتميت في احضان الخارج، ما بوستش الكتاف، هذه مشكلتي انا، ما بوست حد في الخارج. مش كيف هو راه مكروه ولا يرعش، والله العظيم يا ولدي بجاه ربي حلال. ودي غلطتي انا، شبيني انا نعرف عليه باش يولي يرعى شكاكة، دي غلطة نفسية العبد، باش يولي يدي يرمي في روحه ويبوس في الراجل. عجبك شي زاد زاد باش هذا باش نخاف. اما علاش توا يقول، علاش يقول خرجوا اتباعوا ذمامهم للخارج وارتموا في احضان الخارج؟ شنو هو شو معناها واحد باع ذمته؟ معناها واحد خد فلوس من الخارج؟ انا ما خديتش فلوس من الخارج، ارتمى في احضان الخارج، ما ارتميتش في احضان الخارج، كان الخارج يجري في جنبي. ما يهم والله، انا بعت فيك تقول لي قم بلا ودرا، ما كنتش خايب هكا، ما كنتش معناها تعرف قديش عندي من بارتاج، تقول لي قول لي انت 160 عند الحامدي. خلي اوعى الحامدي ضرب 160 بارتاج، الحامدي ضرب 160 بارتاج، تو يمكن 500 بارتاج. ليلي اقول لك حاجه، اقول لك حاجه، انا برودوي باهي، برودوي تعرف كيفاش تقدمه يمشي بالقدا، معناها فهمت يخطف. والله توا نحب نقول لك الصحيح، جماعة تاع كيش قويين راهم، والله والله قلت لك كيما لو فينيكس كي ني دو سي سونغ. اها ما تقربليش، ليه ما تقربليش؟ مادامها بنت عكيشة مادامها جارحة. كلنا جارحين. نسمع فيها، سمعتها مريم في ال والموزايك والأخبار، في الأخبار عداوها.